السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السابع. اليوم سوف نتحدث عن الأفكار الرئيسة لدرس القراءة إبداعات علمية. قبل البدء بشرح الأفكار الرئيسة لهذا الدرس، يجب أن نرى أو نعلم ما معنى كلمة الإبداع. الإبداع هو الإتيان بجديد، أي شيء جديد حديث وليس قديم، أو إعادة تقديم القديم بصورة جديدة أو غريبة، بمعنى الصورة المتطورة، والتعامل مع الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة، والقدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد أو دمج الأشياء القديمة مع الجديدة بشيء متطور وحديث. لاحظ معي هنا الآن، سوف نبدأ بالفقرة الأولى. كانت الفكرة الرئيسة للفقرة الأولى بأن العلم يتقدم كل يوم، أي أن كل يوم نعيشه نشهد فيه تطور هائل في مجال العلم والتكنولوجيا وإيجاد طرق حديثة ومتطورة دائما. هذا ما تحدث عنه الفقرة الأولى. لاحظ معي الفقرة الثانية. بصمة العين من أبرز مظاهر التطور التقني في مجال حفظ البيانات، أي إن كيف تحولنا من الوسائل التقليدية مثل التوقيع المعروف دائما بأننا نستخدمه في مجالات العمل، مثلا مثل المدارس أو الشركات، وأيضا كيف تحولنا من استخدام التوقيع إلى استخدام قزحية العين التي تختلف بالأكيد من إنسان لآخر، وهي من أهم إجراءات الأمن والحماية. وأيضا هنا يجب أن نعلم بأن الأمر قد تطور حتى أصبح نمط توزيع الأوردة الدموية في كف يد الإنسان بمنزلة بصمة خاصة، فيستطيع الإنسان دفع الفاتورة بصورة مباشرة، فلا يحتاج لأن يستعمل محفظته أو البطاقة الائتمانية. لاحظ معي الفقرة الثالثة. تحدث هنا أن الروبوت من مجالات التطور التقني، بمعنى أن الإنسان أصبح قادرا على شراء الرجل الآلي أو استئجاره للرجل الآلي أو الروبوت. يوجد لديه عدة وظائف كما نعلم، منها أنه يقوم بعملية تنظيف الأرض، وأيضا يستطيع أن يتأكد من تسريب الغاز مثلا. هنا حاول العلماء أن يصبح هذا الرجل الآلي متاحا للجميع، أي كل إنسان يستطيع شراءه. لاحظ معي الفقرة الرابعة. تحدث هنا عن حقنة الأكسجين تغني الكائن الحي عن استنشاق الأكسجين. هنا أيضا تحدث النص عن نجاح الأطباء في هذه المهمة، لأنهم توصلوا إلى حقنة تمتد مباشرة في مجرى الدم، وهي محملة بغاز الأكسجين، وهذه التجربة قاموا بفعلها على الأرانب، وكانت النتيجة نجاح هذه التجربة. لاحظ معي الفقرة الخامسة. ما نظنه خيالا سيغدو عاجلا أم آجلا. إذن هنا يقول بأن كل شيء نظنه صعب المنال أو التحقيق سوف يتحقق عاجلا أم آجلا، وكل هذا أكيد بفضل التقدم العلمي في مجال التكنولوجيا.